باخد رايه في بعض الحاجات وبيفيدني. لا ما اقدرش اروح لابني واقول له ايه رايك في القرار اللي انا هاخده. لازم اخد راي ابني. طبعا ممكن اخد راي ابني او بنتي. احنا نقعد جماعه ونقرر على اي شيء يعني دائما لازم اخد رايي. لا شك انه انا بناقش العمل تبعولي او اي فكره بدي اقوم فيها معه. خلافات على طريقة الكلام، خلافات على طريقة انه ازاي يتعامل مع الناس مثلا، الوقت، الاستفادة بالوقت باكبر قدر، الصح والغلط، السهر، طريقة اللبس، التدخين، اروح هنا ما اروحش هنا، اقصد الشعر، اتأخر ما اتأخرش، اللبس الجديد، الاوضاع الجديدة. بالنسبة لي انا عندي شوية اسلوب العقاب انه بعد ما احكي معه بسيبه ان هو ياخد القرار بنفسه وبعد كده هو هيعرف. اذا القرار فيه اذيه إلى ممكن ما اسمح. اذا كان النوع ده هياثر على مستقبله وعلى حاجه مؤثره جدا لحياتنا لا بمنعه باكثر قوه. يعني هيدا مش كلام، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لما يصير هو بي هو بكون مسؤول عن اولاده، خلي يعطي اولاده حريتهم كيف ما بده ساعتها. لما انا اموت هو صار حر. بنتناقش وناخدهم بالراحه لحد ما بنوصل لهم لوجهه نظر السليمه وبيقتنعوا. بعطيه القرار لنفسه انه هو يتخذه، بس اني بوجهه بالقرار. زمان كان في تواصل اكتر بكتير. زمان كان في تواصل، التليفون دلوقتي ضيع التواصل. زمان كان في ود ومحبه، دلوقتي كل واحد مع نفسه علشان ما كانش في وقت طويل بيقضوه الولاد على الفيسبوك وعلى الانترنت. التواصل قل درجه كبيره بسبب ظروف الحياه. زمان كان في كان في تواصل لكن دلوقتي لا.